بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الحلقة الثالثة من المحاضرات والدروس والمجالس المتعلقة بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قول خذوا عني مناسككم ضمن الدورة العلمية الثامنة في الحرم المكي. وكنا قد وقفنا على الأحاديث الواردة فيما يجتنبه المحرم وما يباح له، فمن ذلك ما جاء مما يجتنبه من اللباس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنوس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. رواه الجماعة بسند صحيح. وفي رواية لأحمد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وذكر معناه بإسناد صحيح. وفي رواية للدارقطني أن رجلا نادى في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ فكل هذا بسند صحيح. وما جاء من قول السائل ما يلبس المحرم جاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة أخرى، قال: لا يلبس كذا وكذا. يقول النووي رحمه الله: قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام، لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا، أي ويلمس ما سواها. يقول البيضاوي: سئل عما يلبس فأجاب بما ليس يلبس، ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، إنما عدل عن الجواب لأنه أخصر. وفي إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس، لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج إلى بيانه، إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب، وكان اللائق السؤال عما لا يلبس. وقال بعض أهل العلم: هذا يشبه الأسلوب الحكيم، ويقرب منه قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، وكان الجواب: قل ما أنفقتم، إلى آخر الآية، فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤول عنه إلى جنس المنفق عليه لأنه الأهم. يقول ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود كيف كان، ولو بتغيير أو زيادة، ولا يشترط المطابقة، انتهى. وهذا كله مبني على الرواية التي فيها السؤال عن اللبس، وأما على رواية الدارقطني وربما ستمر بنا فليس من الأسلوب الحكيم. يقول القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وقد نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمامة والبرانس على غيره، وبالخفاف على كل ساتر. وهذا كلام جميل وقواعد وضوابط لمثل هذه المسائل يعز وجودها.
وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. الورس هو نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به. يقول ابن العربي ليس الورس من الطيب، ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه من ملايمة الشم، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم، وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب. وظاهر قوله مسه تحريم ما صبغ كله أو بعضه، ولكنه لا بد عند الجمهور من أن يكون للمصبوغ رائحة، فإن ذهبت جاز لبسه خلافا لما ورد عن مالك رحمه الله. وما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، في لفظ البخاري زيادة حسنة بها يرتبط ذكر النعلين بما قبلهما، وهي وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وفيه دليل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور من أهل العلم، فالإنسان الذي يجد نعلا لا يلبس الخف ولو كان مقطوعا. وقوله فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، المراد بالكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من القدم، وهما معروفان هما حد الوضوء وحد الثوب ونحو ذلك. وجاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. وجاء في رواية أخرى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، رواه أحمد وأبو داود وزاد، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا، بسند حسن. والزيادة ذكرها أبو داود أخرجها الحاكم والبيهقي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة أي لا تلبس حال الإحرام نقابا، والنقاب هو أو الانتقاب هو لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما، فهو غطاء للوجه يكون فيه فتحات صغيرة على قدر العين ترى منها المرأة، فهذا الغطاء للوجه ممنوع حال الإحرام لوجود هذه الثقوب التي أمام العينين. وجاء في الفتح بأن النقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر، وهذا النقاب معروف ومشهور عند العرب في الجاهلية وإلى يومنا هذا، وهو ما يكون غطاء له قدر وتفصيل معين يكون تغطي به المرأة وجهها ويفتح للعينين، فالمرأة لا يجوز لها لبسه في حال الإحرام ويجوز لها في غير ذلك. وهو ليس غطاء الوجه الذي ليس فيه ثقوب، فإنه مطلوب من المرأة في حضرة الرجال الأجانب ولو كانت محرمة ولا حرج عليها في ذلك، إنما الممنوع هو غطاء الوجه الذي يكون فيه هذه الثقوب، فالمرأة المحرمة تمنع منه. ولا تلبس القفازين، القفازان هو ما تلبسه المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها
فهو لليد كالخف للرجل، بحيث أنه يغطي الأصابع وتلبس كل أصبع بمفرده، بحيث أن كل أصبع ينفصل عما بجواره بالغطاء ويجمعها الكف. فهذا النوع من اللباس من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، فتمنع منه المرأة حال الإحرام، وتغطي يديها بجلبابها أو بردائها أو بعباءتها، ولا حرج في هذا، إنما المنع إنما هو لهذا القفاز الذي يكون مفصلا على قدر اليدين بأصابعها ونحو ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام وما مس الورس، المراد به ما مسه شيء مما فيه رائحة عطرية. ولتلبس بعد ذلك ما أحبت، ظاهره جواز لبس ما عدا ما اشتمل عليه الحديث من غير فرق بين المخيط وغيره والمصبوغ وغيره، وهذا فيما يتعلق بالمرأة. وأما الرجل فإنه يمنع من لبس المخيط. يقول في الفتح: لم يختلف العلماء في منع المرأة من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين، فهم متفقون على أن المرأة تغطي وجهها من غير النقاب وتغطي يديها من غير القفاز. وقوله أو حليا، الحلي هو ما يتحلى به النساء من خلخال وجلجل وسوار ونحو ذلك، وتتزين به من ذهب أو فضة أو غيرها، فلا حرج في ذلك، لكن لا يكون بحيث يراه الرجال أو يلفت النظر إليها، وإنما يكون مستورا ومغطى. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. رواه أحمد ومسلم بسند صحيح. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. وفي رواية عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت: ولم يقل يقطعهما؟ قال: لا. رواه أحمد. قال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أستلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حسن لغيره. وهذا الحديث مهم جدا في وقتنا الحاضر، حيث يرى أن النساء يتساهلن في مسألة الحجاب، فهذه أم المؤمنين ومعها عدد من النساء الصحابيات رضي الله تعالى عنهن جميعا كن محرمات ومتجهات إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أن الرجال اقتربوا منهن فإنهن يسدن جلابيبهن من رؤوسهن على وجوههن. وهذا نص واضح وصريح في هذه المسألة، بأن المرأة تغطي وجهها في حال إحرامها إذا كانت بمشهد رجال غير محارم.
هذا يبين لنا أهمية العناية بالحجاب، فمن إحرام المرأة كشف وجهها، ومع هذا تغطيه إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، وممنوعة من لبس النقاب ومع هذا تغطيه بغير نقاب. فيجب على النساء أن يتقين الله ولا يتساهلن في الحجاب، وإنما يلتزمن به ويغطين وجوههن إذا كن بحضرة أحد من الرجال الأجانب. وجاء عن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. رواه أبو داود بسند حسن. فهذا الحديث يدل على أنه بالنسبة للمرأة لا حرج أن تلبس الخفين ولو أنها وجدت غيره، فلا حرج في ذلك، وأن الأمر بالنسبة لي المنع من الخفين أو قطعهما إنما هو في حق الرجال دون النساء. يقول: ماذا يعمل من أحرم في قميص؟ جاء عن يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحي ثم سري عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كما تصنع كل ما تصنع في حجك. متفق عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه. وقوله: جاء رجل، ورد أن اسمه عطاء ابن منية، والنبي صلى الله عليه وسلم انتظر الوحي، ولهذا قال: ثم سري عنه، يعني كشف عنه ما كان يعانيه من شدة الوحي. والمراد بالجبة ما فيها من الطيب الكائن فيها من الرائحة، وإلا لو كانت في غيره من البدن لا أمره بغسله من بقية البدن. وقوله: ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في الحج، قال بعض أهل العلم: هذا دليل على أنهم كانوا يعرفون أعمال الحج. وقال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد، محظورات الإحرام في الحج هي محظورات الإحرام في العمرة. يقول المؤلف رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: وظاهره أن اللبس جهلا لا يوجب الفدية، قد احتج به من منع من استدامة الطيب، وإنما وجهه أنه أمره بغسله، وجهه أنه أمره بغسله لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا. وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزم دم. ثم ذكر حكم تغطية الرأس، ومن المعلوم والمعروف أن من محظورات الإحرام تغطية الرأس بالنسبة للرجل، فهل يكون مثل ذلك الاستظلال بالشمسية أو الاستظلال بالمظلة أو الاستظلال بسقف السيارة أو الخيمة أو الغرفة ونحو ذلك؟ جاء عن أم الحسين قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع،
فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس، رواهما أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. هذه الأحاديث تدل على مسألة مهمة، وهي أن تغطية الرأس بملاصق للرأس ممنوع، وأما الاستظلال بشيء مفصول عن الرأس ليس ملاصقا له فلا حرج منه. فهذا بلال وأسامة كان يخدمان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وكان أحدهما مكلف بقيادة الناقة والأخذ بخطامها، والآخر كان مكلف بوضع ظل من الثياب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ليحول بينه وبين حرارة الشمس، وهذا ليس ملاصقا وإنما مرتفع عنه. وعلى هذا فيجوز الإنسان استعمال المظلة وهو يسير في المشاعر محرما أو في عرفة، أو يكون متجها لرمي جمرة العقبة ونحو ذلك، ولا حرج في هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تغطيته بملاصق فإنه ممنوع بدليل حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته راحلته وهو محرم فمات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يغسلوه بماء وسدر فلا يمس طيبا، وأن يكفنوا في ثيابه التي أحرم بها، وأن لا يغطوا وجهه ولا رأسه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس، وتغطية الوجه بالنسبة للميت هو جزء من تغطية الرأس. وعلى هذا فتضليل المحرم برأسه بثيابه أو نحو ذلك بغير ملاصق يدل على الجواز، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم. وهل للإنسان أن يغطي وجهه وهو محرم حي؟ الجمهور يقولون لا إحرام في الوجه وله تغطيته، وإنما يجب كشفه، كشف الوجه في حق المرأة، والحديث حجة في هذا المعنى. وأما المحرم الميت فإنه لا يجوز تغطية وجهه لأن وجهه في حال موته يكون مغطيا لجزء من رأسه. وكذلك الميت لا يلبس شيئا مخيطا كقميص أو سراويل ونحو ذلك، لأن بالنسبة إذا كان رجلا لأنه باق بإحرامه إلى يوم القيامة، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثم ذكر جاءت بعض الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في منع المحرم من ابتداء استعمال الطيب دون استدامته. جاء عنه في حديث ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران، وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوا. وجاء عن عائشة رضي الله عنها
قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم والنسائي وأبي داود كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وجاء عن عائشة قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا. رواه أبو داود. وعن سعيد ابن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد فرقد وقد روى عنه الناس وسنده ضعيف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن الثوب الذي مسه ورس أو زعفران، ونهى المحرم عن استعماله، وقال في الذي مات لا تحنطوه، أي لا يمس شيء، لا يمس بدنه ولا كفنه شيء مما من الحنوط الذي هو نوع من الطيب. وأما بالنسبة للاستعمال الطيب قبل الإحرام فإنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قد كانت عائشة تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه ويبقى الطيب طاهرا بينا بعد الإحرام، وتنظر إليه عائشة وهو له لمعان في مفارق الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن عائشة كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأنها تضمد جبهتها ونحو ذلك من شعرها بنوع من الطيب، وهو ليس له رائحة ظاهرة بحيث أنه لا يلفت أنظار الرجال الأجانب لأنهم لا يقتربون منها. فيجوز للإنسان أن يستعمل الطيب قبل الإحرام، وهذا من سنن الإحرام، ولا يجوز له استعمال الطيب بعد الإحرام فإنه من محظورات الإحرام والتي تجب بها الفدية. ومعنى زيت مقتت معناه زيت طبخ فيه شاء من أنواع الريحان أو خلط بدهون ذات رائحة طيبة. فالمرأة يجوز لها أن تدهن بالأدهان، ولكن ليس لها أن تستعمل الطيب بعد الإحرام، ولا تستعمل من الطيب ما له رائحة نافذة ينتشر أثرها من بعيد. وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرجة وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته، وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا، فالطيب لا يستعمله المحرم، وأما الزيت فلا حرج في استعماله بعد الإحرام. ومن هذا يدخل في مسألة الكريمات التي يستعملها المحرم سواء كان رجلا أو امرأة لعلاج شيء في جسده أو وجود تسلخ في بعض أجزاء جسمه ونحو ذلك، فلا حرج عليه في استعمال أنواع الكريمات المباحة. ثم ذكر أحاديث تتعلق بأخذ الشعر من الجسم سواء كان لعذر أو غيره وبيان فديته. قد جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي،
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. متفق عليه. وفي رواية: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك. فقلت: أجل. قال عليه الصلاة والسلام: فاحلقه واذبح شاة أو صم 3 أيام أو تصدق ب3 آصع من تمر بين 6 مساكين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود بسند صحيح. ولأبي داود في رواية: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة. فحلقت رأسي ثم نسكت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الجهد، أي الجهد بمعنى المشقة التي حصلت لكعب رضي الله تعالى عنه من هذا المرض الذي أصابه، وكان يعاني منه معاناة شديدة. وما بينه صلى الله عليه وسلم من الفدية حسب ما ورد عليه من الوحي: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالفدية هي صيام 3 أيام، أو الصدقة بأن يطعم 6 مساكين لكل واحد من المساكين نصف صاع. ف3 آصع تكفي في فدية الأذى، أو أن يذبح شاة. وهذه الفدية هي على التخيير، يخير فيها الإنسان بين أحد هذه الأمور 3 بما يتيسر له ويناسبه أو يتوفر لديه. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لكعب بأن يحلق شعر رأسه للضرورة، فهو يعاني من مشكلة مرض، وليس جائزا لأي إنسان أن يحلق شعره، وإنما أخذ شيء من جسم الإنسان من الشعر أو الأظافر محرم عليه حال الإحرام. لكن أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب أن يحلق شعره لما هو فيه من حال الضرر الذي يلحق به، فجاز له أن يرتكب المحظور لكن تلزمه الفدية، ولا يقال للإنسان الذي يكون مضطر أنها تسقط عنه الفدية، وإنما عليه الفدية وسقط عنه الإثم بارتكاب المحظور من محظورات الإحرام. ثم جاءت أحاديث فيما يتعلق بخروج الدم من الجسم بالحجامة ونحو ذلك، وحكم غسل الرأس. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل من طريق مكة في وسط رأسه. متفق عليه. لحى جمل هذا موضع بين مكة والمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم في هذا المكان، وكان موضع الحجامة في وسط رأسه. هل قطع من شعر رأسه شيئا؟ لم يذكر شيء من ذلك. فجاز العلماء رحمهم الله بناء على هذا الحديث الحجامة ما لم يترتب عليها أخذ شيء من الشعر، فإن أخذ شيئا من الشعر فعليه الفدية، وأما الحجامة فلا فدية فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وللبخاري: احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحى الجمل.
أي مورد ماء يقال له لحى الجمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجم، وهذا دليل على جواز الحجامة للمحرم وعند الحاجة، ولكن إذا تضمنت قطع شيء من الشعر فيكون حراما، وإذا كان الإنسان مضطرا للحجامة يحتجم وعليه فدية أخذ الشعر. واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وكذلك ربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك. وكذلك التبرع بالدم أو أخذ تحاليل عينة لتحليل الدم ونحو ذلك فإن هذا لا يؤثر على الإحرام. وجاء عن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهم اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه الجماعة إلا الترمذي بسند صحيح. ابن عباس والمسور اختلف في غسل المحرم لرأسه هل يجوز أو لا يجوز، فابن عباس يرى جواز ذلك والمسور لا يرى جواز ذلك. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما أرسل إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل، فسأله أنه وقع خلاف وأن ابن عباس أرسله أي أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري يستفتيه في هذا الأمر. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان يغتسل وأراد أن يريهم الصورة التي حفظها من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام التي هو شاهدها، فغسل رأسه أمام هذا المرسول وأقبل بيديه في الغسل وأدبر بهما في غسل رأسه ودلكه ونحو ذلك حتى يراه هذا المندوب ويبلغ به ابن عباس ومن اختلف معه. فهذا دليل على جواز الغسل للمحرم وغسل شعر رأسه ولا حرج في ذلك. وهذا يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حال الغسل، يعني أن يضع يده على رأسه لأجل أن يغسل يزيل ما به من غبار أو نحو ذلك فلا حرج فيه. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا في غير ذلك. ثم ذكر المؤلف بعض المحظورات الإحرام، ومنها مسألة عقد النكاح أو خطبة النكاح وما شابه ذلك. جاء عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر أو يحج، قال: لا تتزوجها وأنت محرم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. رواه أحمد. وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك في الموطأ والدارقطني. وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف، فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها. رواه أحمد والترمذي. وجاء عند البخاري: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. بينما جاء في رواية أخرى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. رواه الجماعة. وهذه الأحاديث تبين أن الإنسان في حال الإحرام لا يجوز له أن يتزوج، يعقد عقد النكاح، ولا أن يخطب خطبة النكاح. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس أنه تزوج ميمونة وهو محرم غير هذا الحديث، جاءت أحاديث أخرى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها وهو في حال حلال وليس بمحرما. وجاء في رواية المسلم ولفظهم وابن ماجه ولفظهما: تزوجها وهو حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس. هكذا عن يزيد بن الأصم عن ميمونة. وجاء عند أبي داود ولفظه: قالت تزوجني ونحن حلالان بسرف. وجاء عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما. رواه أحمد والترمذي. ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى لأنه أخبر وأعرف بها بسند حسن. وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم. فالمحرم لا ينكح ولا ينكح، أي أنه لا يتزوج هو لنفسه ولا يزوج غيره بأن يكون وليا لامرأة محرمة أو وكيلا لها وهو في حال إحرام. فالمرأة إذا كانت محرمة لا يجوز العقد عليها، وإذا كان وليها محرما لا يجوز له عقد النكاح، أو كان وكيلها محرما لا يجوز أن عقد النكاح، بل لا بد أن يكون حلالا. وكذلك لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها وهو في حال إحرام. يقول الشارح: إذا تقرر هذا فالحق أنه يحرم أن يتزوج المحرم أو يزوج غيره، كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. وعن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي: فإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما. هذا الحديث يبين أن من محظورات الإحرام هي الجماع، فلا يجوز للزوج ولا للزوجة أن يحصل بينهما هذا الأمر، وإن فعل ذلك قبل التحلل الأول فإنهما يكملان حجهما،
وعليهما أن يقضيا هذا الحج من السنة القادمة، وعلى كل واحد منهما أن يذبح بدنه. وورد أيضا قال علي أنه يفرق بينهما في القضاء، بحيث أن كل واحد يكون منفصلا عن الآخر في الحج. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه. والجميع لمالك في الموطأ، أي أنه ورد هذا عند مالك. فالإنسان إذا وقع منه الوطء لزوجته قبل التحلل الأول يفسد الحج ويمضيان فيه ويقضيانه من العام القادم، وعلى كل واحد منهما بدنه. وأما إذا كان بعد التحلل الأول، كما لو رمى وحلق أو رمى وطاف، فإنه يصح حجهما، وعليهما ذبح كل واحد منهما يذبح شاة. وذهب جمهور أهل العلم على أنه يجب على الزوج أن يذبح بدنه، وبدنه على الزوجة، وتجب بدنة الزوجة على الزوج إذا كان مكرها لها، إذا كانت الزوجة مكرهة لا مطاوعة. وأما إذا كانت مطاوعة فعليها هي الفدية. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.